هاشمي محمد فيصل جي 26 ans ساكن في مسرقين زايد في وهران جو سوي دوريجين تيار ايتيان جو بريبار ان دكتورا ان بيولوجي اون مابيل فيسو جو سوي لو غيتاريست دو جروب جينز ابريفياسيون دي جيل اي نوار جو سوي اوتور كومبوزيتور اي انترپريت qui كان في عمري 19 عام دخلت دون ما شامب نلقى اون بواط نوار كاتبين فيها بصحتك اون بلون حليتها نلقى هاد لا غيتار دايرها لي كوم كادو مون بير بديت كيما كاع الناس يلعبوا شويه لا غيتار كلاسيك وغير بشويه 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 بديت نخرب في لي زوتر ستيل كيما البلوز شويه جاز شويه فلامينكو ومن تما بدات لافونتور تاعي في لا ميوزيك التكنيك اللي نلعب بهم سي لو سويبينغ لو تايبينغ و لو بيكينغ لو روك اللي نلعبوه سي لو روك بروغريسيف جيساي توجور باش في لي بارول يكونوا نقيين بوزيتيف على البلاد لي انسبيراسيون تاعي سي جو ساتريانيس ستيف فاي مانستين الدي ميولا سي لي غيتار هيرو جيساي توجور باش في لي كومبوزيسيون تاعنا ندخل هذيك لا توش اورينتال تاع البلاد Parallèle à mes études théoriques, je prépare l'album à le groupe Jeans. Je prépare aussi une tournée nationale et internationale. Le rêve de Théry, c'est d'aller le plus loin possible avec ce groupe. Inch'Allah, le message interne, il arrive à travers la musique interne. Prodige est une opportunité pour faire découvrir des talents. Biha semhat li bach na'arf plusieurs prodiges, kima Jamal Mrah ou Anis le pianiste. J'embrasse toute ma famille, mes amis et surtout l'équipe de Prodige, sans oublier ma Joconde. Salam alaikum.